بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، فمرحبا بالإخوة والأخوات طلاب العلم الذين فرغوا أنفسهم لحضور هذه الدورة المباركة، دورة التكوين في العلوم الشرعية، وهي فكرة رائدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة كل خير، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، حديثي إليكم في هذه أو في هذين المجلسين عن مدخل إلى مناهج المفسرين. وأنتم تعلمون أن كل مجلس تقريباً ساعة، ومن الصعب جداً أن نتعرض لكل كتب التفسير، بل وأن نبسط الحديث عنها، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وقد جرت عادة من تكلم في هذا الفن أن يتكلم عن الكتب في التفسير ويرتبها على حسب وفيات أصحابها، وهذا منهج. والمنهج الثاني وهو السائد والأكثر أن يتكلموا عن نشأة التفسير، ثم يقسم كتب التفسير إلى قسمين: قسم التفسير بالمأثور، والقسم الثاني، ويدرجون مجموعة من الكتب تحته، ثم والقسم الثاني التفسير بالرأي، ثم يدرجون مجموعة من الكتب. وحقيقة لم أرتضي كلا الطريقتين، ورأيت أن أحدثكم بطريقة أخرى أراها ربما تكون في مثل هذه المجالس القصيرة أرتب للفكرة، وربما يكون فيها تقريب أفضل من التقريب أو من الطريقة الأولى أو الثانية، لأن الترتيب على حسب الوفيات مهم ومفيد لمعرفة من أخذ أو استفاد من الثاني المفسر. فطبيعي أن المفسر المتأخر يستفيد المفسر المتقدم. والطريقة الثانية التقسيم إلى قسمين بالمأثور وبالرأي فيها كلام كثير وفيها تداخل ربما لا يستقيم في بعض كتب التفسير، والتي ربما جمعت بين الأمرين. فحديثي إليكم سيكون أو سأقسمه إلى خمسة أقسام. القسم الأول سأتكلم عن نشأة التفسير ابتداءً، وهي كالتمهيد والمقدمة لهذه الجلسة. ثم سأتكلم عن كتب المعاني ومرويات التفسير التي روت التفسير بالإسناد، وسأمثل لها بكتابين أو ثلاثة على حسب ما يسمح الوقت. ثم سأتكلم إن شاء الله عن تفاسير مختارة من تفاسير أهل السنة والجماعة، التفاسير التي سلمت وقررت مذهب السلف ولم تقع في تأويل في الصفات، فهي سالمة. وهذا الذي يسأل عنه كثير من طلبة العلم، هذا التفسير ما موقفه من آيات الصفات، ما موقفه من مسائل الاعتقاد. ولذا رأيت أن أجمعها أو أجمع أمثلة لها في باب واحد. القسم الثالث سأتكلم عن كتب أحكام القرآن، التفسير التي ألفت في أحكام القرآن،
وسأضرب ربما بكتابين أو ثلاثة إن شاء الله. القسم الرابع الخامس، دعوكم من النشأة، النشأة لا تحسبون علي. سأتكلم القسم الرابع عن كتب التفسير ذات الاتجاهات المختلفة. فمثلا سنأخذ في الاتجاه البلاغي كتاب الكشاف للزمخشري، وفي الاتجاه النحوي كتاب البحر المحيط لأبي حيان، وفي الاتجاه الفلسفي والعقلي سنأخذ كتاب الفخر الرازي يعني، وفي الاتجاه يعني الإشاري الصوفي سنأخذ تفسير الألوسي، يعني من كل اتجاه نأخذ كتاب واحد. ثم إن شاء الله عز وجل سأختم مجلسي هذا بالحديث عن مختصرات التفسير، سأختم حديثي بالكلام عن مختصرات التفسير. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لإيصال الفكرة كما قلت لكم. ومثل مناهج المفسرين حقيقة دائماً أنا أقول إذا تكلم بها الإنسان ينبغي أن يكون الكتاب بين أيدينا، فإذا تكلمنا عن تفسير ابن كثير من المهم أن نقرأ ولو صفحة واحدة منه، لأن حينما أتحدث أنا عن هذا الكتاب يقرب الصورة لك حينما نقرأ نموذج من الكتاب نفسه. لكن لأن الوقت قصير ولعل الإخوة حتى تكتمل الفائدة يحرصوا على الاطلاع ولو على صفحة واحدة اليوم أو غدا من الكتب التي تحدث عنها، فإن سيرسخ عندهم المعلومة وسيقربها لهم إن شاء الله تعالى. وهذا الهدف من هذه الدورة، فليس الهدف هو الحديث لمجرد الحديث وإنما الانتفاع والفائدة. نشأ التفسير أيها الإخوة كعلم منذ أن نزل القرآن، منذ أن نزل القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن لأصحابه، فأحياناً يستشكلون الشيء فيبينه لهم كما في الحديث الصحيح عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس كما تظنون، إنه كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن المراد بهذه الآية هو أعظم الظلم وهو الشرك، وليس المراد به مطلق الظلم. فهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وأحياناً يبتدئهم ابتداءً صلى الله عليه وسلم، فلما مثال ذلك لما نزل قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرامي، ألا إن القوة الرامي. وقد جمع التفسير النبوي في كتب جمعها بعض الباحثين في رسائل علمية في إحدى الجامعات. الذي نعنيه هنا أن علم التفسير نشأ كعلم مع بداية نزول القرآن، مع بداية نزول القرآن، وكانوا يتعلمون التفسير كما يتعلمون القرآن. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن
كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. فكانوا يحفظون ويتعلمون، ومعنى يتعلمون أي يتعلمون تفسيره وبيانه. وكلما بعد الناس عن عصر النبوة احتاجوا إلى التفسير، احتاجوا إلى التفسير أكثر من غيرهم لبعدهم عن فهم اللغة العربية التي نزل القرآن بلسانها، بلسان عربي مبين. ولذا نجد أن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير أقل من المروي عنه، أقل من المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، ونجد المروي عن الصحابة أقل من المروي عن التابعين. وهكذا كلما بعد الناس عن عصر النبوة احتاجوا لبيان التفسير، فنحن نحتاج الآن لبيان التفسير أكثر ممن سبقنا لبعدنا عن لغة القرآن، لبعدنا عن لغة القرآن. وهذا قاد إلى مسألة طرحها كثير أو بعض الباحثين: ما الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ والمسألة ذكروا فيها خلافاً ألخصه بما يلي: قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكثير من القرآن، وانتصر لهذا القول الزركشي رحمه الله، وقال آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القليل، وانتصر له السيوطي في الإتقان. ولا أعلم قائلاً يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملاً إلا ما تقول به على شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول بذلك، واستشهدوا لنص له في مقدمة التفسير ونصوص أخرى في كتبه. وأنا أقول أنه لا يمكن أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله بهذا القول، وإنما كان يقصد بعبارة ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، أنه يقصد بذلك البيان العام وليس بيان القرآن آية آية ولفظة لفظة كما هو متعارف عند المفسرين. فشيخ الإسلام بعلمه وجلالة قدره لا يمكن أن يقول بهذا، ونحن نعلم أنه ليس بين أيدينا مروياً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر القرآن آية آية. وأيهما أصح؟ هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكثير أو القليل؟ نقول: فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الناس إلى بيانه، ما احتاج الناس إلى بيانه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في التفسير، وكان من سمات هذه المرحلة أن حديثهم لم يكن شاملاً للقرآن كله، فلم يكونوا يفسرون القرآن يبتدئون بالفاتحة ويختمون بالناس، بل كانوا يسألون فيفسرون، فيفسروا ما احتاج الناس إلى تفسيره. ولذلك كتاب المطبوع تنوير المقباس إلى تفسير ابن عباس للفيروزابادي، هذا مطبوع في مجلد واحد، هذا كله من طريق واحد، وهو من طريق محمد بن مروان السدي الصغير. وهذه تسمى عند العلماء سلسلة الكذب، فهو مكذوب عن ابن عباس. وحتى الناظر لهذا الكتاب أيها الإخوة يعلم أن هذا الكتاب لم يقل به ابن عباس، فإنه فسر القرآن لفظة لفظة، وهذا غير معهود في تفسير الصحابة، بل غير معهود في تفسير من؟ في تفسير التابعين، في تفسير
التابعين. من سمات هذه المرحلة أنهم لا يتكلمون في التفسير، لا يتكلفون في التفسير ولا يتعمقون بذلك، بل كانوا يفسرون بالمثال ويفسرون بالمقارب ويفسرون باللازم، فكان إشارتهم وبيانهم للحاجة الماسة لذلك. كان المروي عنهم يروى بالإسناد، فلم يكن مكتوبا في غالبه إلا ما ذكر عن صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي تسمى الصادقة، وإلا السمة الغالبة أنه كان يتلقى مشافهة، كانوا يتلقون التفسير من الصحابة كما يتلقون عنهم القرآن. وقد نشأ في عهدهم ثلاث مدارس اشتهرت وعرفت، وهي مدرسة ابن عباس في مكة، ونقصد بالمدرسة هي الطريقة وليس المراد به المدرسة التي في أذهانكم. وكان من أبرز تلاميذ ابن عباس مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس. وابن عباس هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير. المدرسة الثانية مدرسة أبي بن كعب في المدينة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم أبي، وأشهر تلاميذه زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي. المدرسة الثالثة مدرسة عبد الله بن مسعود بالكوفة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقد جمع تفسير الصحابة برسالة علمية أو تكلم عن طريقة الصحابة في التفسير ومنهجهم في ذلك برسالة علمية للدكتور ناصر الحميد في جامعة الإمام. ثم استلم الراية التابعون ففسروا، وكان من سمات تفسيرهم كتفسير الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن بدأ توسعوا في التفسير فبدأوا يروون بعض الإسرائيليات، وكان أكثر عدداً من التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأخذ طابع التلقي كعهد أشياخهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يروى بالإسناد كذلك. وهناك رسالة علمية مطبوعة بعنوان تكلمت يعني عن تفسير التابعين وطريقتهم لمن أراد الرجوع إليها، وهي تفسير التابعين للدكتور محمد الخضيري، وهي مطبوعة في مجلدين. ثم بدأت المرحلة الرابعة هذه في النشأة، الحديث عن نشأة التفسير، وهي مرحلة تدوين التفسير. وقد بدأ تدوين التفسير في أواخر القرن الأول الهجري لكافة العلوم كسائر العلوم، فإن التفسير دون كسائر العلوم. وكان تدوين التفسير على صورتين، الصورة الأولى إيراد التفسير على أنه باب من أبواب الحديث، إيراد المروي في التفسير على أنه باب من أبواب الحديث. ولذلك لو تراجعون صحيح البخاري تجدون عقد عنوان أبو الباب بعنوان أو كتاب بعنوان كتاب التفسير، والترمذي كذلك كتاب التفسير. الصورة الثانية التأليف في التفسير ابتداءً، وقد نص ابن تيمية على أن أول من كتب التفسير هو سعيد بن جبير رحمه الله المتوفى سنة 97 للهجرة. وقد ألف يعني بعض المؤلفات التي كانت تعتني بجمع مرويات الصحابة والتابعين كتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم
وغيرها وتفسير يحيى بن سلام وغيرهم ممن دونوا ما أثر عن الصحابة والتابعين من مرويات التفسير. ثم تتابع الناس في كتابة التفسير إلى أن وصلوا إلى مرحلة حذف الأسانيد والكتابة في التفسير مجرداً دون نسبة الأقوال مجرداً، فقط ينسب القول إلى قائله دون روايته بالإسناد وهذا قد فتح الباب على مصراعيه لأصحاب الفرق والملل. كل صاحب معتقد أراد أن ينتصر لمعتقده عن طريق التفسير ما نجد النحوي يهتم بمسائل النحو، والقصصي يهتم بمسائل القصص والأخبار عن طريق التفسير فيورد اهتمامه فيه كاملاً، حتى أنك تشعر أنك ليس أمام تفسير وإنما أمام كتاب مثلاً في التاريخ أو في النحو أو في البلاغة أو في يعني سائر العلوم كعلم الفلك وغيره. وسنتكلم عن هذا حينما نتكلم عن قسم الاتجاهات في التفسير أو الاهتمامات في التفسير. نبدأ الآن الحديث عن كتب الرواية وكتب المعاني. لعل البعض يقول: لماذا تتحدث عن هذه الكتب وهي كتب مغمورة كلها أدرجت وكتبت، والناس حتى الذي يقرأ بها حتى الناس لا يقرؤون أحيانا في مثل هذه الكتب؟ وأقول نحن نتكلم في دورة عن مناهج المفسرين، وهذه الكتب قل أن تجد كتاب من كتب التفسير إلا وينقلون من هذه الكتب. فأنت حينما تقرأ في ابن كثير، تقرأ في القرطبي، تقرأ في ابن عطية، تسمع كثيراً قال عبد الرزاق، قال أبو عبيدة، قال الفراء، حتى تعلم أين قالوه. نتكلم عن هذه الكتب ونتحدث عن منهجهم فيها. الكتاب الأول من كتب المعاني كتاب معاني القرآن للفراء، وهو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 720، وقد أملى كتابه من حفظه، وكان مدة إملائه سنتين تقريبا، حيث ابتدأ في شهر رمضان من سنة 220 وانتهى سنة 420، أي قبل وفاته رحمه الله بثلاث سنوات. هذا الكتاب مرتب على سور القرآن، بمعنى أنه بدأ بسورة الفاتحة وانتهى بسورة الناس. الكتاب يحمل اسم المعاني، والواقع أن اهتمامه أكثر بالإعراب وإنما سماه المعاني من باب الغلبة فهو شامل للحديث عن المعاني وعن إعراب القرآن. لم يلتزم تفسير كل آية، ولذلك وهذه فائدة مهمة للباحثين، فإنك لن تجد كل آية في كتاب معاني القرآن للفراء، ومثله مجاز القرآن لأبي عبيدة، ومثله كذلك تفسير عبد الرزاق، ومثله تفسير يحيى بن سلام وتفسير ابن أبي حاتم، لأنه يذكر ما يحضره فقط في هذه الآية أو ما يرى حاجته. إذن كتب المعاني درج عليها ألا تجد فيها تفسير لكل آية، بخلاف كتب التفسير التي التزمت أن تتكلم عن كل آية. معاني أو الفراء اكتفى بما يراه مشكلاً من القرآن سواء في معانيه أو إعرابه، ولذلك قال في مقدمته:
تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه، نص على ذلك. الفرّى شرح مذهبه النحوي وهو المذهب الكوفي، ذكر بعض القراءات وعللها ويعتبر مصدرا من مصادر قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من أراد أن يبحث عن قراءة عبد الله بن مسعود فإنه سيجد ذلك في كتاب معاني القرآن للفرّى. يروي بالإسناد أحياناً لكنه قليل، استفاد منه الكثير من كتب التفسير كابن جرير الطبري والنحاس وأبي حيان والقرطبي وغيرهم وابن عطية. اتهم الفرّى بالاعتزال، يعني أنه على مذهب المعتزلة، وهذا الواقع غير صحيح، لأننا نجد في كتاب الفرّى ما ينفي عنه هذه التهمة. فمثلاً أثبت رؤية الله سبحانه وتعالى عند قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأنتم تعلمون أن المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأهل السنة ينفون الرؤية في الدنيا ويثبتونها في الآخرة فإثباته للرؤية دليل على أنه ليس على مذهب المعتزلة، الكتاب الثاني: مجاز القرآن لأبي عبيدة. مجاز القرآن لأبي عبيدة، ولعل أحدكم يقول: كيف مجاز القرآن؟ دائما العلماء يتكلمون عن المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وبعضهم ينكر وجود المجاز. فهذا أبو عبيدة متقدم جدا، له كتاب بالمجاز. نقول إن أبا عبيدة لم يقصد بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة وإنما قصد به ما يجوز في لغة العرب، ولم يقصد به المجاز عند المتكلمين. فهو يرى أن كتابه كتاب في المعاني، وهو في الغريب أصالة، يعني يصح أن نقول أنه كتاب في غريب القرآن، إذا كنا نقول أن الفرّى في الإعراب، في إعراب القرآن، فيصح أن نقول أن أبا عبيدة في غريب القرآن. وهو قد ذكر ما جاز أو ما يراه جائزاً من أساليب العربي وغريب الكلمات القرآنية في كتابه، وتوسع في ذلك. ولذلك قال ابن أبي حاتم: سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة والذي يقال عنه المجاز، وهذا النص ابن أبي حاتم يدلك على هوية كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة. ذكر مقدمة مهمة في كتابه عن أساليب العرب في خطابهم، كما أشار إلى الداعي لتأليف كتابه، وهو الرد على من يزعم أن ليس في القرآن أو أن في القرآن ما ليس عربياً. رتبه على السور والآيات، وليس شاملاً لكل القرآن كما قررنا ذلك عند الحديث عن الفرّى. يعتبر من أهم ما كتب ما كتبه أهل اللغة في غريب القرآن، وهو متقدم جدا. لكن أبا عبيدة كان يعتمد في تفسيره عن اللغة وحدها دون النظر أحيانا إلى أسباب النزول، ولذلك تم انتقاده في بعض المواضع، مثل في سورة الأنفال قول الله عز وجل:
ويثبت به الأقدام. يرى أن الثبات هنا المقصود به الثبات المعنوي، الثبات المعنوي هو ثبات القلوب، أي الله عز وجل يطمئن قلوبهم ليدخلوا هذه المعركة. يتكلم عن معركة بدر، والحقيقة أن المراد، وهذا بمعزل عن سبب النزول، فإن سبب نزول هذه الآية يدل على أن النبي على أن الله عز وجل قد أنزل مطرًا فجعل الأرض قاسية يستطيع أن يمشي بها القدم براحته، مما أعان المسلمين في معركتهم وقتالهم للمشركين الكتاب الثالث كتاب تفسير عبد الرزاق الصنعاني، المتوفى سنة 1100، وهذا الكتاب نموذج للكتب لكتب الرواية، فإنك لا تجد فيه حديثاً لعبد الرزاق ولا تعليقاً ولا شيء، فقط يقول حدثنا كذا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى تفسير الآية، حدثنا فلان عن فلان إلى أن يصل إلى تفسير الآية المرادة فقط، فلا تجد أي حديث له عن التفسير، وإنما هو جمع للمروي في التفسير. أغلب روايات هذا التفسير من طريق معمر عن قتادة، فهو كنز من كنوز تفسير قتادة بن دعامة السدوسي. ذكر في بداية التفسير مقدمة احتوت على باب جمع القرآن وباب ما جاء في القرآن برأيه، وكلها مرويات، ثم نزول القرآن، وهذه المقدمة ليست موجودة في الطبعة التي حققها الدكتور مصطفى مسلم، وإنما هي في مخطوطات أخرى، فإنك لا تجد هذه المقدمة في المطبوع. افتتح بسورة الفاتحة وختم بسورة الناس. لعل هذه إشارات يسيرة عن النوع الأول من أنواع كتب التفسير، وهي كتب، ها يا إخواني، كتب المعاني والمرويات، كتب المعاني والمرويات. ومثلنا لكتب المعاني بكتابين، الكتاب الأول معاني القرآن للفراء، وقلنا أن اهتمامه بالإعراب، والمثال الثاني مجاز القرآن لأبي عبيدة واهتمامه بالغريب. النوع الثالث تفسير عبد الرزاق، وهو رواية، هو جمع لما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في التفسير. هناك كتب في هذه المرحلة كثيرة، كتب المعاني، فالنحاس له كتاب، والزجاج له كتاب، وغيرهم له كتب، وفي المرويات في تفسير ابن أبي حاتم كذلك مليء بالمرويات، تفسير يحيى بن سلام، لكن قلت لكم أني أمثل بمثال أو مثالين حتى نستطيع أن ندرك الوقت ونأتي على أكبر قدر ممكن من كتب التفسير. ندخل الآن يا أخواني في النوع الثاني، وهو كتب أو تفاسير أهل السنة والجماعة. وهي الكتب التي سارت في باب الاعتقاد على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فلا تجد في هذه التفاسير، اقرأها وأنت مطمئن، فلن تجد فيها تأويلاً لصفات، ولن تجد فيها إنكاراً للرؤية، ولن تجد فيها سائر المعتقدات، بل هي كتب سليمة في باب الاعتقاد. أول كتاب سنتكلم عنه كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمن؟ ها؟ بس محمد بن جرير، بس كذا بدون تعريف، ها؟
شيخ المفسرين وإمام المفسرين بلا منازع، بلا منازع يا أخواني، ولا يمكن لأحد يتخصص في التفسير ولا يحتاج إلى هذا الكتاب، وهو يصح أن نقول أحدث نقلة كبيرة جدا في التفسير. اقرأوا تفسير ابن جرير وستعلمون هذا الكلام، لأن الكتب التي سبقت ابن جرير كانت تروي بالرواية، وهو روى بالرواية بأسانيده رحمه الله وتكلم عن الخلاف. وأقول لكم من أراد، احفظوا عني هذه الكلمة، يا من أردتم الاهتمام بالتفسير احفظوا عني هذه الكلمة، من أراد أن يتعلم صناعة المفسر فليقرأ هذا الكتاب على شيخ متقن، وإن لم يجد فليقرأه بنفسه فإنه سيخرج بفائدة. هذا الكتاب يا أخواني ليس كتاباً عادياً، هذا الكتاب كل من تكلم عن قواعد التفسير عموماً وقواعد الترجيح خصوصاً فهو عالى على هذا الكتاب. هذا الكتاب قرب لك التفسير بطريقة، لكن ذكر الأسانيد هو الذي جعل الناس يعني يقولون هذا الكتاب يعني صعب ولا يقرؤون فيه. يقول أحد العلماء لو رحل رجل إلى الصين من أجل، من أول الصين بعيدة، هي بعيدة الآن لكنه قربتها الطائرة، قربتها الطائرات، لكن يقول لو رحل إلى الصين في ذلك الزمان من أجل تفسير ابن جرير ما كان ذلك كثير. لا تقولون أنك تبالغ، اقرأوا في تفسير ابن جرير وسترون. ولذلك هو إمام المفسرين بلا منازع، لكن ذكر الأسانيد هو الذي جعل الناس يقصرون عن قراءة القراءة في تفسير ابن جرير، لأنه طريقته يقول يذكر الآية ثم يقدم لها بمعنى إجمالي أو بمعنى الآية، ثم يقول واختلف أهل التأويل، وهو يقصد بالتأويل هنا التفسير، أخذها من قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وعلمه التأويل، ثم يقول اختلف في هذه الآية أهل التأويل فقال بعضهم كذا، ثم يقول ذكر من قال ذلك يعني من المرويات ثم يسردها، ثم يقول وقال آخرون، ثم ذكر من قال ذلك ثم يسرد المرويات، ثم يأتي الكلام السمين، كلام الصنعة التفسيرية، حينما يقول عضوا عليها، لما يقول لك ابن جرير وأولى الأقوال بالصواب، اقرأ هذا الكلام فستجد عجبا. من لم يستطع أن يقرأ تفسير ابن جرير كاملا فلا أقل أن يقرأ تفسير سورة منه، وليقرأها على أحد المشايخ ليتعلم كيف يفسر القرآن، كيف يستخدم، كيف يعرف اختلاف التنوع، اختلاف التضاد، كيف يوجه كلام السلف، كلام المفسرين، كيف يستعمل القواعد التفسيرية، كيف يجمع. قل أن تجد هذا في كتاب تفسيري. وهذا الكتاب كان في عداد المفقودات يا أخواني، هذا الكتاب على نفاسته إلى وقت قريب وجد في حائل، يمكن قبل 40 ولا 50 سنة ولا 60 سنة، يعني كان مفقود وكان الناس يتحسرون عليه، إلى أن وجد وطبع بحمد الله نسخة كاملة، ثم وجدوا عاد نسخ كثيرة في العالم وحقق تحقيقات وانتشرت بحمد الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله وأما التفاسير التي بين أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة
وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل ابن بكير والكلبي. أما طريقته رحمه الله فقد قدم لتفسيره بمقدمة علمية ذكر فيها جملة من المسائل كالأحرف السبعة والمعرب وطرق التفسير، ثم بدأ تفسيره بالفاتحة وختم بالناس. يقول معنى الآية إجمالاً كما قلت لكم، ثم يقول وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وبنحو حتى تعرف أن الرجل قد تشرب التفسير، يكتب وهو قد تشرب التفسير، فهو حدث نقلة. إذا أردت أن تعرف النقلة التي نقلها ابن جرير فقارن تفسيره بما سبقه يكفي. ولذلك لما تسمع العلماء يقولون الناس عالة على كتاب أو كتب التفسير عالة على كتاب ابن جرير ليس مبالغة كما قلت لكم. تفسيره جمع بين الرواية بالإسناد وبين المناقشة وإبداء الرأي. قلت لكم تفسير عبد الرزاق اكتفى بماذا؟ بالرواية. تفسير ابن أبي حاتم كذلك، ابن جرير لا، يذكر الرواية بالإسناد ويناقش. اعتمد، وهذا الذي قلت لكم لماذا تكلمنا عن كتب المعاني، ابن جرير اعتمد على الفراء كثيرا وتبعه في مصطلحات النحو، والفر كما قلنا أنه كوفي. ولذلك إذا عسر عليك شيء في تفسير ابن جرير فارجع إلى من؟ إلى كتاب الفراء. أما مذهبه الفقهي فقد كان له مذهب خاص، فهو إمام حتى في الفقه، يقال له المذهب الجريري نسبة إليه، إلا أنه اندثر، لم يكن له أتباع كالشافعي والمالكية والحنابلة وغيرهم، وهو كان شافعياً في بداية طلبه العلم إلى أن انفرد رحمه الله بمذهب خاص به اشتهر عنه لكنه لم يدم طويلاً. تفسير ابن جرير موطن ذكر القواعد الترجيحية في التفسير، فهو عمدة لمن تكلم في هذا الباب. لكن مما ينبغي التنبيه عليه هو مسألة ذكر الإجماع عند ابن جرير. ابن جرير رحمه الله ثم يقول بإجماع المفسرين أو بإجماع العلماء أو بإجماع الفقهاء أو بشيء من هذا، فإنه لا بد من مراجعته والتثبت. لماذا؟ لأنه يرى أن مخالفة الواحد والاثنين ما تؤثر في الإجماع. يقول إذا تطابق الناس على قول ثم خالف واحد أو اثنين ما نعده ونسميه إجماعاً، وهذا على خلاف ما اصطلح عليه أهل العلم، لكن لتعلموا أن هذا هو مصطلح ابن جرير الطبري. فلا تحكي الإجماع المذكور في تفسير ابن جرير إلا بعد مقارنته بكتب أخرى، إلا مقارنته حتى لا يكون هناك عدم إجماع نتيجة مخالفة واحد أو اثنين، والذي لا يعتد بمخالفتهم ابن جرير رحمه الله. هذا ما يتعلق بتفسير ابن جرير الطبري، واسمه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. التفسير الثاني تفسير أبي المظفر السمعاني. تفسير أبي المظفر السمعاني، وهو منصور بن محمد السمعاني المتوفى سنة
89 و400 للهجرة. وأنا سأذكر كتب التفسير في هذا النوع أو كتب السنة مرتبة على حسب الوفيات، مرتبة على حسب الوفيات. كان السمعاني رحمه الله في أول أمره حنفيا من الأحناف، ثم تحول إلى الشافعية، فغضب عليه أخوه وهجره. ليش تتحول؟ يقول إنك تركت مذهب الوالد، والدهم كان حنفيا، فغضب عليه وقال إنك تركت مذهب الوالد، فأخذها من باب الوراثة. فتلطف له أبي المظفر وبين له أني على منهج الوالد في الأصول، لكن الأحناف في زمنه كان أكثرهم من أهل القدرية الذين ينكرون القدر، وكان هو على منهج أهل السنة والجماعة، فرأى ألا ينسب إلى أهل القدرية لأنه غلب على ذلك عند الأحناف في وقته، فانتقل إلى مذهب الشافعية، وألف كتاباً في الرد على القدرية وبعث به إلى أخيه وتلطف له بالعبارة، فرضي عنه أخوه وأرسل ولده ليتعلم منه فكان رحمه الله على منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، وألف تفسيره على هذا. ولذلك عند قوله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال الوجه صفة لله تعالى بلا كيف، والوجه لا كالوجوه، وجه لا كالوجوه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يثبتون المعنى وينفون الكيفية، يثبتون المعنى لله عز وجل وينفون الكيفية، لكن هناك طوائف ينفون المعنى من أجل ألا يقعوا في الكيفية من باب التنزيه، ونحن نقول نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونقتصر على ذلك دون الدخول في كيفيتها. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو أسلم المناهج في باب الأسماء والصفات. فكما أننا نثبت أو لا نكيف الله عز وجل، فلا نكيف صفاته، فلا نكيف صفاته جل وعلا. تفسيره وسط بين الطول الممل، فهو ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، يقدم للآية بشرح إجمالي مستشهداً بالسنة وأقوال الصحابة، يذكر أقوال السلف بلا إسناد، لكن يلاحظ في هذا التفسير أنه يصدر بعض الأحاديث بقوله روي، وكلمة روي هذه صيغة تمريض عند المحدثين يستعملونها إذا رأوا أن الحديث ضعيف. فتنبه إذا قرأت في تفسير أبي المظفر أنه ليس هذا على منهج المحدثين، فإنه يقول روي وإن كان الحديث في الصحيحين، وإن كان الحديث صحيحا في الصحيحين أو في أحدهما. يذكر المقراءات المتواترة والشاذة وينص على الشاذة أحيانا. اشتمل تفسيره على بعض الإسرائيليات، لكنه يذكرها مختصرة دون ذكر تفاصيلها بناء على تفسيره رحمه الله، أكثر من قوله وفي التفسير أو قال أهل التفسير أو قال بعضهم، دون نسبة الأقوال إلى قائليها، كما أنه يذكر الخلاف دون الترجيح بين الأقوال. فهو يحتاج إذا قرأ الإنسان أن يقرأه على شيخ حتى يستطيع أن يرجح بين الأقوال المذكورة. نقف عند هذا الحد في المجلس الأول،
ونكمل إن شاء الله عز وجل في المجلس الثاني، وسنتكلم عن معالم التنزيل للبغوي إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.